السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير، واتمنى تكون الايديا بتاعت الداتا هاوس اوفر فيو اركتكشر واضح بالنسبه لكم. طيب احنا النهارده هنبدا باول مرحله في سورس سيستم انتجريشن بروسيس. انا يعني الحمد لله كان عندي خبره في ممارسه ان انا اقدر انتجريت اكتر من 50 سورس سيستم في فترات قليله جدا. فانا اللي بقوله دلوقتي هي البروسيس الافضل شكل ممكن من وجهه نظري. يعني هي ايه؟ هي مش ملهاش، يعني هي مش نظريه، ما اقدرش اقول ان دي افضل حاجه، اقول افضل حاجه من وجهه نظري انا شايف ايه هي. طيب ايه هي سورس سيستم انتجريشن بروسيس اصلا؟ قبل ما نبدا نشوف البرزنتيشن فيها ايه، انا دلوقتي عندي في شركه 30 سورس سيستم، حلو، بيلينج وسي ار ام ايا كان هو ايه. انا دلوقتي لما اجي اروح عايز جالي ريكويرمنت، اقول له احنا عايزين انتجريت السي ار ام في الداتا وير هاوس، تقول لي هو في شركات ما فيهاش انتجريشن؟ اقول لك اه، ممكن انت اشتغلت في شركه جديده لسه ولسه عندهم سورس سيستم مش انتجريت، او سورس سيستم انتجريتد انت عايز تعدل فيه، او سورس سيستم انتجريتد بس حصل مشكله في سورس سيستم ده وهم عدلوا السورس سيستم كله، انت محتاج تروح تعمل الانتجريشن تاني. طيب انت عشان تبدا البروسيس دي احنا مش عايزينك وانت بتبدا البروسس ده هي تكون حصل فيها اي خطا بالنسبه لك. فاللي بنعمل ايه؟ ان احنا بنديك زي جايد لاينز انك انت ازاي تعمل الموضوع ده هو بشكل كويس. طيب السؤال التاني، هل انت لما تيجي تبدا البروسس ده هي انت لو نفترض انت التايتل بتاعك داتا انجينير، او التايتل بتاعك سوفت وير انجينير في داتا هاوس اللي هو داتا انجينير برضه، او داتا اركتكت، او ديمان تيم، هل كل الناس بتعمل البروسس دي ولا لا؟ ده سؤال حلو. اللي هنقوله دلوقتي ايه افضل كيس وايه الكيس اللي ممكن تكون موجوده. طيب في افضل كيس ان في معظم الشركات بتهاير تيم ديديكيتد بيسموه الديماند تيم او بزنس اناليست تيم او سيستم اناليست تيم او داتا اناليست تيم او الديماند تيم زي ما قلنا. التيم ده بيبقى وظيفته ان هو اللي بي ستارت او بينشيت الكوميونيكيشن مع اي تشينج مع اي اكسترنال سورس سيستم. خلينا نقول اكسترنال سورس سيستم هنا مش مقصود بيها بيزنس، لا مقصود بيها ناس تانية في الاي تي معاك بس هما تيم تاني. طيب فالتيم ده، التيم ده بيبقى ليه وظيفه. طب قبل ما نروح التيم ده وظيفته ايه، انت كداتا انجينير هل مش ممكن تعمل انت بروس دي؟ لا بصراحه في بعض الشركات انا كنت عامل بروس بنفسي، يعني بروح امسك بروس من اول السورس سيستم انتجريشن دوكيومنتيشن لغايه ديبلويمنت على البرودكشن، بس انا بنقول نشرحها عشان ايا كان الرول بتاعك ايه في المشروع انت تكون فاهم البروسس عامه. طيب قبل ما نبدا نشرح البروسس بتاعت السورس سيستم انتجريشن دي، بنقول هنا كل الكوميونيكيشن تكون دوكيومنتد ان اني فورمات. ليه بقى؟ المرحله دي برغم ان هي مرحله لطيفه وسهله ومش صعبه، بس هي ريسكي جدا، يعني ممكن غلطه في الكوميونيكيشن تتعب التيمز بعدين. ناس تكون يحصل مثلا، مش عايزين نقول تغيير في الكلام، بس يعني ميس كوميونيكيشن، انا هقولها بافضل شكل ممكن نقوله هو ميس كوميونيكيشن، هي ان يحصل مشكله في ميس كوميونيكيشن، فبالتالي التيم اللي بعدك ياخد منك الدوكيومنتيشن حصل فيه مشكله. فبنقول كل حاجه تكون دوكيومنتد. يعني في ناس اصلا بتقول انك انت كمان تدوكيومنت حتى الايميلز، يعني انت لو بعت ايميل بيقول لك اعمل وورد كونفرنس بيج هنشوف لسه قدام ودوكيومنت كل الكلام ده، اي كوميونيكيشن على الداتا تعمل لها دوكيومنتيشن. طيب احنا بنفضل، يعني انا والمجموعه شغالين على الكورس شايفين ان كونفرنس بيجز هي من افضل الحاجات للكيس دي. however ان في اي تولز ثانيه وورد مايكروسوفت اكسل، احنا بنتكلم على الكوميونيكيشن اساسا او الدوكيومنتيشن بتاع السورس سيستم. خد بالكم ان الداتا موديلنج زي اما بتتم عن طريق كونفرنس بيجز او ممكن تتم على اكسل شيت، هسه هنتكلم على ده مع الموضوع ده بعدين، بس بنتكلم على الكوميونيكيشن او اي دوكيومنتيشن لازم تكون، مش عايزينها تكون موجوده بشكل يعني ايميلز، لا عايزين تكون اي دوكيومنتيشن فورمات. الحاجه الثانيه، طب في ديسكشنز، انا معلش انا بفصل في الحته دي، بس فعلا لما تيجي تشتغل في الموضوع اهوت هتكتشف ان الكلام ده فعلا يعني هو ده المظبوط. الديسكشن، انت دلوقتي واحد بعت لك كولومز مثلا كلها سترينجز مثلا، وانت بتقول له لا طب انا شايف ان كولومز دي انتجر وبتاع، طب انا هل المفروض نعدل ده نكونسيدر ده؟ كل الكلام ده حطه في الكونفرنس بيتش اونلاين واعمله كومنتس وريفيو اديت، كل الكلام ده اعمله اونلاين وكيب الهيستوري، ما حدش يقول لك اصل خلاص الديسكشن قديمه ومسحها، لا سيبها. ليه بقى؟ لان بشكل عام ممكن يحصل بعدين حد يعوز يرجع يقول طب ليه انتوا اخدتوا الديسيشن ده؟ نقول مثلا احنا اتناقشنا وشفنا ان ده افضل ديسيشن، هيجي يبص على كومنتس، انت سبت الشركه ومشيت.
او انت راجل مدير مشروع مثلا، ده بروجكت مانجر او برودكت اونر او انت صاحب الشركه، مش المفروض ان المعلومه تكون يعني علمها عند واحد بس. انت المفروض تكون انت كل حاجه موجوده دوكيومنتد. يعني مثلا انا واحد من الناس عملت دوكيومنت، عملت كوميونيكيشن مع سورس سيستم بيلنج مثلا. طب في ناس في الشركه ومش بكره، مش ما ينفعش ان البيلنج انفورميشن كلها تكون عندي انا، فلو مشيت الشركه تتاثر. لا، كل حاجه تكون دوكيومنتد اونلاين بالديسكشن، فبالتالي لو حد جديد جه وكمل المشروع هيبدا يشوف الكلام ده واضح. طيب النقطه الثانيه ان احنا لازم اللي مسؤول عن التاسك دي لازم يكلاريفاي كل صغيره وكبيره. بمعنى طيب انا هبدا اديله ايه الاكسبكتد اوتبوت، اديله مثلا الداتا ستراكشر، ايه الداتا ستراكشر بتاعتي، ايه هي الكولومز، ايه الفورمات بتاعت الكولومز دي، الكولومز نيم ايه، هل الكولومز نيم دي بتتغير. طب مثلا بعض الناس يقول لك انا ممكن اديك شويه كولومز هي مش مليانه، يعني مثلا انا عندي 10 كولومز مثلا، اسم جندر مش عارف ايه كده، وفي الاخر هديك كولوم 1 2 لغايه 12. الناس اشتغلت في التليكوم او في البانكينج او في الاندستري بتاع انشورنس هيشوفوا الكلام ده، ساعات بيديك 12 كولوم كده بيقول لك دول فاضيين دلوقتي وليتر اون هملاهم ليه، بعض الكونسيديشن مثلا في البيلنج سيستم او في الاي ان سيستم في التليكوم. طيب انت لازم تدوكمنت المعلومه دي ان الكولومز دي حاليا، وتكتب تاريخ اليوم ده في الابديت هيبقى واضح الكلام ده دلوقتي فاضي بس ليتر اون هنملاه، فلازم كل التفاصيل دي. طب لو في كولومز مثلا فيها انت مش واضح عندك الاستراكشر بتاعها ايه، لا توضحه وتسال اونلاين، فكده كل حاجه عندك تكون واضحه قبل تبدا التاسك دي. طيب مرحله الريكويرمنت جاذرنج، انت ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل في المرحله دي، انك انت بتبدا تقول له شويه اسئله زي ايه مثلا، الداتا بتاعتك دي بعد ما عرفت الاستراكشر بتاعها والكولومز بتيجي كل قد ايه، هاخدها ازاي، كل المعلومات دي المفروض تكون موجوده ودوكيومنتد. الريكويرمنت دي البيزنس مثلا عايز البيلنج انفورميشن كل ابديت كل ساعه، هل هقدر اخد من كل ساعه؟ طيب دي معلومه مهمه. الستيك ايدنتيفاي اللي هم الستيك هولدرز، دي نقطه مهمه جدا، مين هم الستيك هولدرز اصلا او داتا اونرز؟ هو كل تيم مثلا بيلنج تيم بيبقى ليه زي مانجر مثلا، المانجر ده هو مسؤول عن التيم، ده اللي المفروض بيجي ساين معايا الاجريمنت دي او الدوكمنت دي. اخر بنخلص الدوكمنت دي بنسميها انترفيس دوكمنت ما بيننا وبين السورس سيستم، بيبقى في واحد لازم يساين. انا ما فيش حاجه اسمها ان كل واحد انا هعملها وهو خلاص ابروف وخلاص، لا كل بيساين الراجل ده هو الداتا اونر بتاعي. لو حصل اي تشينج في الريكويرمنت، اي تشينج في الداتا، محتاج الراجل ده هو نوت كوميونيكيشن بيني وبين السورس سيستم. والبيزنس اللي محتاج الداتا دي، ده البيزنس اونر وده الداتا اونر، وانا راجل بتاع الداتا هاوس اللي بانتجريت الكلام ده. طيب بعد الداتا اناليز زي ما قلنا هي مش مالهاش علاقه بس للفورمات بس، لا الليتنسي، يعني الداتا دي بتيجي كل قد ايه، الكولوم ديفينيشن ايه معنى كل كولوم، وهل في كولومز اللي اكتر من معنى، ان انا في الاخر هدي المعلومات دي لواحد تاني، الاركتك تيم مثلا او الداتا موديلنج تيم، هم هيبداوا يبنوا الديزاين بيزد على المعلومات اللي باخدها مني دي. طب تخيل انك اديته معلومات غلط، كل واحد كله ضاع. ودي نقطه انا بحاول اكد المواد دي، يعني انا فعلا شفت قصاد عيني تيمز يعني طلع عينيها وتعبوا في ديزاين وبنوا في الاخر لقوا مشاكل. انفست تايم، او المسؤول عن الشركه مسؤول عن التيم يخلي التيم ده انفست تايم يطلع دوكيمنت كويسه. طيب جزء من اجزاء مهمه جدا اللي لازم الناس دي بتعملها ان هي بتعرف السورس سيستم الاكسس هعمله ازاي، الكونكتيفيتي مثلا. يعني دلوقتي لو في اسسمنت، انا دلوقتي الراجل ده لازم يعمل اسسمنت، انا هكونكت على السورس سيستم ده ازاي، انا ليه اكسس اصلا. طب لو مش اكسس الراجل ده لازم بيدوكيمنت الكلام ده، التيم ده الداتا مثلا بتاعته مثلا فيها سكيورتي مثلا معينه ومش هينفع ناكسس بالشكل ده، او محتاجين ناخد اكسس، كل الكلام ده تكون دوكيومنتد وواضح. طيب حاجه كمان ايه، بنشيت ديسكشن على الانجستشن، هننجست الداتا ازاي، يعني هل هي هتبقى بول ولا بوش، هم هيبوش الداتا لينا ولا انا هبول الداتا ازاي، ايه هي افضل تول، السيستم بتاعهم بيسبورت التول دي ولا لا، كل التفاصيل دي محتاجه تكون دوكيومنتد. اخر حاجه ساين، كل حاجه لازم تكون دوكيومنتد ايا كان، يعني ديجيتال او في ناس كان بتداونلود الدوكيومنت دي وتخيم ساين واتشها على في البي دي اف او في الكونفرنس بيج، كل الكلام لازم يكون ساين. طيب انت كده فهمت كل الكلام ده، لما جمعت الدوكيومنت دي ايه اللي بيحصل بعد كده، بتاخد يعني السيستم ده بيقول لك التاسك دي الديفينيشن بتاعها انك انت في الاخر تديني دوكيمنت فيها كل التفاصيل دي، فانت هتاخد الدوكيمنت دي بنسميها سورس سيستم انترفيس ونديليفر دي لبقيه التيمز. فانت وظيفتك كداتا اناليست او كديمان تيم انك انت تجمع لي المعلومات دي كلها،
خدها as sections. ممكن later on لما يجي نعمل الديمو هندي يعني سيمبل او سوري سامبل سول سيستم انترفيس للكلام ده. هو هي سامبل وهي سيمبل يعني مش هندي فيها كل التفاصيل بس هنحاول نحط فيها السياق كلها. فهندي سامبل فيها كل التفاصيل دي وشكلها عامل ازاي بحيث ان حضرتك لما تيجي تبدا تمبلمنت الكلام ده تكون شايف انت بتملى ايه والناس بتصين على ايه. احنا كده خلصنا الجزء ده هوت وان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم على الاكستراكشن لاير. اشوفكم بخير، اتمنى يكون الجزء ده واضح وجزء مهم جدا. مفيش يعني مفيش تيم افضل من تيم الا بالكواليتي على الاوتبوت بيطلعها. الكواليتي على الاوتبوت ده بنعرفه ازاي؟ لما التيم التاني يجي امبلمنت. طب التيم التاني يجي امبلمنت لها مشاكل، يبقى التيم الاولاني ده اخطا والتيم الاولاني ده بيأثر على كواليتي الداتا هاوس كلها. اشوفكم بخير والسلام عليكم.